Now I call on the International Fellowship of Reconciliation. Je demande de remettre le chrono à 2 minutes. شكرا سيد الرئيس. قضية الصحراء الغربية مدرجة في جدول أعمال لجنة تصفية الاستعمار وتؤكد الجمعية العامة في قراراتها المتتالية على حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها وهو مطلب أساسي يكفل لها أن تحظى بالاحترام. إن اعتراف الجمعية العامة ومجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة الأخرى بشرعية تطلعات شعوب الأراضي الغير متمتعة بالاستقلال الذاتي في ممارسة حقها في تقرير المصير يحتم بل يفرض على البلدان تقديم كل المساعدات المناسبة لتلك الشعوب. فيها كل هذه النداءات لم تجد أذان صاغية من طرف المملكة المغربية التي تريد أن تقوض مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية وأن تفرض بالقوة ما يسمى بالجهوية. إن السند القانوني الضعيف للمقترح المغربي بشأن الصحراء الغربية جوبها مؤخرا بقرار من أعلى سلطة قضائية أوروبية وهي محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكمها الشهير في 21 ديسمبر 2016 والتي أجابت ببطلان جميع حجج المغرب في ومزاعمه وأن الصحراء إقليم مختلف ومنفصل عن المغرب ويجب أن لا يقع ضمن نطاق الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. وفقا لذلك ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى رفض مطالبة المغرب بإدراج الصحراء الغربية في التوزيع الإداري الجديد للمملكة من خلال ما يسمى بالجهوية وندعو المملكة المغربية لاحترام الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية كأراضي غير متمتعة بالاستقلال الذاتي وأن يتعاون بشكل تام مع بعثة الأمم المتحدة هناك بغية الوفاء بمهماتها المتمثلة في تنظيم استفتاء من أجل تطبيق حق الشعب الصحراء الغربية في غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لميثاق الأمم المتحدة. شكرا سيد الرئيس.